السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورنا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ونضيف زي ما نقول تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. دي اول حلقه نعملها بعد التوضيب اللي احنا عملناه. طبعا باذن الله هنبدا ننزل حلقات وهنعمل المسابقه او نكمل المسابقه اللي احنا كنا اتكلمنا عنها، ومع العلم ان احنا طلعنا مين الفايز، بس ممكن يكون في قرعه في الموضوع ده. طبعا هنطلع الكلاب دلوقتي تاكل، وباذن الله هنعمل لكم حلقه نفرجكم على الشغل اللي انا عملته، حاجات هتبسطكم جدا. تابعوا معانا يا جماعه، يلا رجاله يلا اسلام، تعالى ده اطلع مع زياد. اطلع مع زياد، تعالوا بقى يا جماعه والكلاب بتاكل كده، نخش العنبر نشوف انا صممت ايه او خططت لايه. طبعا بنظام جميل جدا، واهم حاجه كانت الفكره في الموضوع الشمس، الهواء، الحياه الطبيعيه للكلاب، دي اهم شيء انا كنت محتاجه في العنبر هنا، وده اللي كان فايتني اول ما عملت المزرعه. بس طبعا الظروف ما كانتش تسمح ان الواحد يظبط الحاجات ديت اول ما بنيت، لان كنت مستعجل، وطبعا الكلاب كانت متبهدله والحاجات دي كلها. دلوقتي طبعا تعالوا نتفرجوا. اول حاجه عملتها ان انا عملت الرصيف اللي هو بنقول عليه رصيف التنشير، يعني تنشير الكلاب اللي بتتربط عليه الكلاب بره العنبر. طبعا الرصيف عملته خرسانه علشان اي كلب مستحمي في العنبر جوه وطلع بره، تمام، اصبح ان هو ما يشيلش تراب ولا يحفر في الارض ولا الحاجات دي كلها. وكمان اللي عملت الرصيف ده خدته بطول المزرعه كلها، وكمان عند العنبر بتاع التدريب، يعني ده خدته في المزرعه كلها. الرصيف ده هيكون خرسانه، اي كلب مستحمي جوه ممكن ان انت تحميه وتطلعه بسرعه على بره في الشمس او في الهواء، ان هو ينشف ويكون تمام التمام ويكون مكانه نضيف. تعالوا بقى نشوف العنبر عملنا فيه. طبعا زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، تمام، احنا فتحنا السقف خالص، شلناه خالص، وعملنا هنا نظام تولد بالحصن البوست، تولد خفيفه، يعني مش شرط ان يكون عليها مشمع ومش شرط ان يكون عليها حاجه، هي ما الا ان هي تشتغل للظل بس، تمام. البوكسات اهي زي ما انتم شايفين، سيفناها بالصاج، تمام، سيفناها الاول بالصاج زي ما نزلنا حلقه قبل كده واكيد انتم شفتوها، سيفناها بالصاج، وفوق الصاج فردنا على الصاج ده مشمع، وفوق المشمع حصر بوس، وفوق الحصر بوس طبقه خرسانه، علشان طبعا هنعمل حاجه هتعجبكم جدا، والحاجه دي اكيد كلكم عارفينها، تمام. هنزرع فوق البوكسات دي، هيكون في زرع، وهيكون متاح ليا كمان ان في اي وقت ممكن نشيل الزرع ونعمل بوكس دور ثاني، يعني ممكن نعمل في اي وقت بوكس دور ثاني. وهنعمل سلم، هيكون سلم خارجي طبعا للبوكسات لفوق، يبقى نظام طرقه، طرقه فوق وبوكس صغير. يعني انا عندي ايه البوكس هنا تحت 2 متر، تمام، ده تصميم في المستقبل، يعني البوكس هنا تحت 2 متر، البوكس اللي فوق هيكون متر ونص، هيكون فيه نص متر قدام البوكس ان انت تتحرك فيه تمشي فيه فوق، تمام. طبعا هيكون فيه سلم في اخر العنبر طالع من الجنب للبوكسات كلها، ممكن ان انت تطلع فوق تمشي، تروح شمال، تروح يمين، تتحرك زي ما انت عايز فوق البوكسات اللي فوق، يعني عنبر تاني بالعربي كده، تمام. طبعا البوكسات اللي فوق هتكون صغيره شويه، ممكن تكون خاصه بالجراوي، تكون خاصه بالكلاب اللي هي الاقامه، الحاجات دي كلها، تمام. تعالوا بقى نمشي كده. طبعا زي ما احنا شفنا السقف جوه عباره عن خشب وصاج، خشب هو باين خشب محمل، تمام، وفي صاج تمام جديد، وفوق الصاج مشمع، وفوق المشمع حصر بوس، وفوق الحصر البوس كمية طبعا طبقه خرسانه كبيره، تمام. والخشب ده انا عملته علشان ان هو هنا نعمل نظام ضلالات للكلاب، لو في اي كلب مربوط في الطرقه هنا، تمام، هي ايه هي الظل ينزل عليه. طبعا غير البلاط اللي في الارض، ثلاث بلاليع همت اللي انا كنت متفق معاكم عليهم، ادي بلاعه، تمام، وادي البلاعه الثانيه اهي،
وفي بلاعه في اول العنبر يعني شبكه صرف تحت البلاط تمام، وفي بلاعه في اول العنبر، والاوضه اللي هي خاصه بالكلاب اللي بتولد عملت لها صرف كمان عشان لو في تسييق او اي حاجه الميه تطلع على بره تمام. طبعا ثلاث بلالق في العنبر، هنا اخر العنبر اهو، وهنا غيط الحمام ظهرت معانا بعد ما كانت مختفيه تمام. ادي هنا اخر العنبر اهو تمام. طبعا العنبر فيه يا جماعه 11 بوكس، البوكس عرضه او عرضه في طوله 2 متر تمام. طبعا الفكره الجميله خالص اللي هي الخرسانه اهي، طبعا دي خرسانه تطلع تمشي عليها تتحرك عليها ما بتتهزش ولا يعني حاجه، بسم الله ما شاء الله محمله تمام. الخرسانه دي هنستعملها في الاول ان انا هنفردها توميه تمام، وهنزرع فيها عادي زرع عباره عن زرع منظر يعني زرع زينه زي الورد البلدي زي الحاجات دي كلها تبقى في العنبر هنا. طبعا الهواء دلوقتي بقى ما اقولكمش هواء جميل جدا، وطبعا ما فيش ريحه كلاب ولا في الكلام ده اللي كان الاول. طبعا السقف كان مدمر العنبر وكان قافل عليه. غير كده وكده سهل التنظيف، ان ممكن بالخرطوم في 5 دقائق، مش هنستهلك ميه كتير، مش هنستهلك بهدله كتير او عماله كتير، يعني ممكن واحد بس ينظف العنبر ده كله بمساحه وبخرطوم الميه تمام. طبعا الميه طبعا مش كمان مش هتهدر ميه كتير يعني. طبعا دي الفكره اللي انا كانت في دماغي بصراحه من يوم ما جيت وصممتها الحمد لله ونفذتها تمام. وزي ما احنا شايفين اهوت اضاءه العنبر طبعا كافيه. البلاط طبعا بسم الله ما شاء الله، كانت فكره البلاط جميله جدا اللي هو البلاط الحبشي ده، ما فيهوش الماده الصيني اللي هي بتزحلق الكلاب يعني لو غرقان ميه وانت بتتحرك عليه اهو تمام، ما فيش زحلقه خالص، لو هو غرقان ميه عليه اي حاجه ما فيش زحلقه خالص، فالكلاب هنا مش هيأثر معاه في العظم والاعصاب بتاعتهم والحاجات دي كلها. طبعا غير التهويه اللي هنا اللي بتطل على المزرعه، في شبابيك اهيت اهي دي بتطل على المزرعه مفتوحه عشان احنا بنطمن منها على الكلاب. الشبابيك اللي ورا اللي كانت مفتوحه للعنبر ورا طبعا قفلتها على ربع طوبه، يعني سبت الاخرام زي ما فيها اخرام برده، بس دي عباره عن امان مش اكتر تمام. ولو حابب ان انت تطلع كلب فوق هنا هيكون متاح ليه ان هو يروح ويجي ويلعب زي ما هو عايز، يعني مش شرط ان انت تعمل معاه مثلا متاح، يعني ممكن تطلع شويه جراوي، ممكن تطلع كلبين كبار، 3 كلاب يلعبوا هنا تمام. وكمان ممكن تحط كلب شرس ان هو يحرس المكان ده كله. طبعا الشمس الصبح ما بيكونش فيه شمس هنا مباشره، بيكون الشمس اخرها في المكان ده وبيكون جنب السور هنا في ظل، يعني الشمس ما بتنزلش قطع المكان يعني تمام. ادي يا جماعه اهو ممكن تحط اي كلب فوق ياخد يلعب براحته، هيجري شمال ويجري يمين ويلعب ويتنطط براحته تمام. هنبدا طبعا بموضوع الزرع قريب جدا وهيعجبكم خالص، هنبدا ان احنا نفرد ديت كلها توميه تمام، وهنزرع فيها عادي خالص او نحط شوالي اللي هي الزرع بتاع الزينه زي الورد البلدي والحاجات دي. طيب لو حبيت دلوقتي ان انا نعمل بوكس فوق، هتيجي جاي شايل الطوميه وقاطع للمكان اللي انا هنعمل فيه بوكس، مش اكتر من كده يعني مش هيتعبني بعد كده، وهنسيب نص متر قدام البوكس، يعني ده 2 متر اهو، هنسيب نص متر قدام البوكس للحركه. وهتضطر ان انت تبدا بالبوكس من اول العنبر من هناك علشان ايه ما يكونش فيه تبدا السلم بتاعك يتحرك من هناك على البوكس على طول، وطبعا تبدا تتحرك عادي ما يكونش فيها اي مشكله. طبعا المكان هنا عليناه، الاوضه بتاعت الجراوي زي ما هي، ظبطنا السقوفات رفعناها شويه تمام. طبعا دي الحاجه اللي انا كنت عايز نعملها من زمان وكان نفسي فيها من زمان، الحمد لله ان انا وصلت للفكره ديت وصلت للمعلومات ديت، والحمد لله انا قدرت اغير طبعا الكاميرا دي، الحمد لله ان انا قدرت اغير تمام. والجو هنا اتعدل ويكفي بس الريحه، الريحه اهم شيء، لان كان المكان عندي هناك الاولاني ما كنتش بنشم ريحه الكلاب خالص، لما جيت هنا وعملت العنبر وعملت سقف كانت اللي تعبني وازين الريحه، يعني كانت الريحه مش كويسه، لكن الحمد لله تصميمي ودماغي رسمتها صح بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا الكلاب واخده راحتها، وكمان اكلت امبارح هنا في العنبر اكلت الكلاب ما كانش عاجبني النظام، زي ما انا باكل بره هاكل بره زي ما انا، لان بره في جنينه طبعا الكلاب تطلع تلعب تاكل تشرب تعمل الحملات بتاعتها وتخش هنا على نضيف زي ما كنا بنعمل الاول. يعني من الموضوع هو عباره عن نص ساعه اكل بس مش اكتر، والكلاب تاخد راحتها وتشرب وتخش هنا على نضيف.
تمام. طبعا دي كانت فكرتنا، يا رب تكون عجبتكم يا جماعه. انا عارف ان في ناس كتير مبسوطه بالمنظر ده. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركه باذن الله. طالما نزلنا الحلقه دي تعرفوا ان احنا هنبدا بقى ننزل حلقات على طول ونتكلم على طول عن مشاكل الكلاب، وهنعمل لايف تاني ونرجع تاني. اليومين اللي فاتوا دول كان سبب شويه التوضيبات دولت، كان الواحد بيبقى مش فاضي مش اكتر. تحياتي لكم جميعا، ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.